السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنتحدث على الالتزامات. هذا الجزء الاول فيه 14 نموذجا. هذا النموذج او هذه النماذج هي: التزام رب العمل باشتغال مستخدم، الثاني التزام اتصال سجين برقم الهاتف، الثالث التزام ادخال عداد الكهرباء او الماء مع تحمل مسؤولية الورثة، الالتزام الرابع التزام استقالة من العمل بدراجة ثلاثية العجلات، الخامس التزام الأب بكفالة الابن له، الالتزام السادس التزام الزوجة الوحيدة وعدم الطلاق وعدم الزواج، النموذج الآخر التزام الزوجة الوحيدة وعدم الطلاق والترمل، النموذج الآخر التزام العمل بدراجة ثلاثية العجلات، التزام آخر هو التزام القابلة، التزام أم عازبة، التزام بإرجاع السجين بعد حضور الجنازة، التزام باستمرار العلاقة الزوجية، التزام فراغ سكنة وعدم كرائها، والالتزام الأخير التزام سكنة وطابق آخر مكتري من أجل الحصول على شهادة إدارية. نمر إلى النماذج. الأول التزام رب العمل باشتغال مستخدم، هذا هو النموذج. يمكنكم تحميل جميع النماذج من قناتنا على التليجرام، الرابط في الوصف أسفل هذا الفيديو وكذلك في أول تعليق المثبت. هذا الالتزام الثاني التزام اتصال سجين برقم الهاتف. النموذج الثالث التزام إدخال عداد الكهرباء أو الماء مع تحمل مسؤولية الورثة. التزام آخر هو التزام الرابع استقالة من العمل بالدراجة النارية الثلاثية العجلات. التزام آخر وهو خاص بالأب المتعلق بكفالة الابن له. هذا التزام الزوجة الوحيدة عدم الطلاق وعدم الزواج. والنموذج الآخر هو المتعلق بالزوجة الوحيدة وعدم الطلاق والترمل. هذا التزام آخر خاص بالعمل بدراجة ثلاثية العجلات. هذه النماذج أولية فقط، يمكن تعديلها وتطويرها حسب الحاجة. التزام آخر خاص بالقابلة، السيدة التي تكون مكلفة ب يعني ولادة النساء، التزام أم عازبة، هذا التزام بإرجاع السجين بعد حضور الجنازة، هذا التزام باستمرار العلاقة الزوجية. وهذا التزام بفراغ سكنة وعدم كرائها. والنموذج الأخير التزام سكنة وطبق آخر مكتري من أجل الحصول على شهادة إدارية. جميع هذه النماذج سوف ترفع على قناتي على التليجرام. في الفيديو القادم إن شاء الله سوف سوف نعرض لكم نماذج التزامات أخرى، إلى حين يعني أن نقوم بعرض أكثر من 50 نموذج. إلى ذلكم الحين تحية طيبة لكم منا، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والمتابعة في باقي وسائل التواصل كإنستغرام والتيك توك، والسلام عليكم.